الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة باللسان عما تضمنه الجنان من التمسيك بها والإدعاء أسلمي في السطور من الإيمان قاعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإدعاء والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه وسلم الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة واهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا سيرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية أبرز فيها في حيعة الكمال وقم بحق ربوبية في مواطن الخدمة لا يؤقبل عليه غاية الإكبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه بي وحبي ويكتب بها بعناية الله في حزبي وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوة المجد بقربي صلى الله عليه وسلم شرف الأصل بوده وحبي ما أطر أكوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشهد الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فعلينا بأربعة هذه على السماء في النبي الترحيم انظار جود الجود نسج ونسينا الملائكة بالتبشير للعالمين تعز سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بشر مسكين هذا المسطور من رزان ومهجم في عالم الدهور يا ضرع الدرعي أمة قلبي سن الجناب المسعود مشاركة في الأسلمات المبدو سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من العود العين والبصر الضوء المشر في القسمة الوافية صلى الله عليه وجود هذا النور فوفق رسولنا كمان النور عن أبوه وبرز العابد المحمود مدعنا لله بالتعذيب والسلام عليك يا صلى الله عليه وسلم